في شأن آخر، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم في هيئة الشارقة للآثار وفد البعثة الأثرية النمساوية، ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء بضيوف الإمارة، واطلع سموه على جهود البعثة النمساوية في علم الآثار وآخر ما توصل إليه الباحثون والعلماء في مجال عمليات التنقيب الأثري في جمهورية النمسا وعدد من الدول الأوروبية. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أهمية التراث الإنساني ودور عمليات التنقيب وأثرها في المشهد الثقافي والحضاري وإبراز هوية وإرث الشعوب. وتناول اللقاء بحث مجالات التعاون في الآثار وعمليات التنقيب وتبادل الخبرات في المجالات العلمية والأثرية. وكان الوفد النمساوي قد اطلع في وقت سابق على نتائج البحوث وعمليات التنقيب الأثري التي تطلع بها هيئة الشارقة للأثار والتقدم الذي تم إحرازه في مجال المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة. حضر اللقاء سعادة الدكتور أندرياس هولت مسان سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، وسعادة منال عطايا مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور صباح جاسم مدير هيئة الشارقة للأثار، والدكتورة سابين لاجيستاستير مديرة المعهد النمساوي للأثار، والدكتورة باربرا هوريجس مديرة معهد الآثار الشرقية والأوروبية، وفرانز هومير المدير العلمي لمنتزه كارنون توم الأثرية بجمهورية النمسا.